يعني هقول للحضور والشكل اللي قبل ده، احنا كنا بنتكلم على 250 ألف فدان مش كده؟ كانوا بالطريقة اللي هو كده، والمنزلة كان بيتم فيهم إلقاء صرف يعني زراعي وكده، وبالتالي كانت ده الحال. وحتى الثروة السمكية اللي كان ممكن تتزرع في 250 ألف فدان أو تنتج في البحيرة ديت يعني تراجعت بشكل كبير. فهات بقى اللي فاتت به الأخيرة خلاص كده، دي مش صور احنا جايبينها لكم عشان، لا انت بتتكلم في 250 ألف فدان كده، بقالنا 5 سنين شغالين نكرك ونشيل تعديات تكونت على مدار، يعني ما كانش تعديات بس، كان هنا في بؤر كلام مش مظبوط يعني، لكن عشان تبقى بالطريق كده وتبقى تعود مرة تانية المزارع السمكية، أو تعود مرة تانية مش المزارع، تعود مرة تانية الحياة للبحيرة وتنتج أصناف كانت تلاشت منها خلال السنين اللي فاتت عشان تدخل الإنتاج ل 250 ألف فدان. أنا عايز أقول لكم وللناس اللي بتسمعني هناك ولأي حد بيشتغل في الموضوع، ال 250 ألف فدان دول هو عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية، لو أنتم أحسنتم استخدامها ونظمتم بقوة الصيد فيها، هي والبردويل والبرولوس وإيدكو وبحيرة نصر، إنتاجك هيزيد عن كده قد كده مرتين ثلاثة أربعة، تبقى بتكفي وبزيادة وبزيادة. طب هندي فرص عمل للناس تكسب منها، ممكن. شوفوا في النقطة دي بتاعت المية وبتاعت البحيرات يا دكتور مصطفى، أنا بقولها لينا والكل حتى للناس اللي موجودة هناك، إذا ما كناش نتفهم يعني إيه بحيرة نقية، بحيرة متنظم الصيد فيها ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد، ثم إن إحنا فترة الإيقاف الثلاث أربع شهور اللي بيتموا دي اللي نلتزم بيهم، وأنا قلت لكم مرة قولوا للناس اللي بتصطاد احنا هم كام واحد؟ 50 ألف؟ طب 100 ألف؟ طب يعني لو ادينا اثناء فترة التوقف لهم دعم مؤقت او دعم زي ما كنا اتكلمنا، قلنا ندي 1000 ولا 2000 كل شهر لمدة 4 شهور عشان احنا هنعمل اغلاق كامل للبحيرة عشان الانتاج والاستزراع اللي بيتم، او موضوع الـ يعني الراحه البيولوجيه اللي بيقولوا عليها تكون حققت النتيجه، انتوا هتجدوا وهم هيجدوا، بدل ما بيطلع له 10 12 كيلو في اليوم، ممكن الرقم ده يتضاعف مره واثنين وثلاثه، وبالتالي هو العائد بتاعه مش هيبقى على قد ال 10 12 كيلو. فده مش موجود، وهيئه تحمية البحارات اللي احنا كنا قلنا ايام المهندس ابراهيم محلب ان احنا نعمل هيئة ونعمل كيان قوي قوي، هيكلفنا كتير لان هيبقى ليه اليات وليه ادوات يستخدمها في ضبط الموضوع بعد اللي اتعمل هنا وتكلف. طب انتوا دفعتوه؟ دفعنا ابي، احنا عملنا في فترة التوقف اللي فات دفعت ايه؟ لا دفعنا في البحيرات في التنمية في التكريك والكلام ده؟ لا ما دفعناش. طب ما ايه؟ لا صحيح، لا ما دفعناش طبعا، دي الموضوع شغال بين الكراجات اللي اشتريناها وبين هيئه قناه السويس يا دكتور مصطفى، انت عارف ده كويس، عشان نكرك الكلام، لان احنا قلنا لو دخلنا شركات اجنبيه عايزين لها اكتر من 200 300 مليار جنيه، انا بتكلم صحيح. فجبنا احنا الكراجات وقلنا احنا نعمل صح. والناس بتشتغل. انا مهم بعد ما عملنا ده ونجحنا بالطريقه ديت، لا احنا مش هنفرح كده دلوقتي وما نكملش الفكره بان البحيرات دي هي عباره عن مزارع سمكيه، انا بقول عليها طبيعيه صناعيه. ليه صناعيه؟ لان احنا هنتدخل فيها. اسمع انا بقول الكلام ده مش ليك والله، انا بحلف بالله، انا بقول الكلام ده للناس اللي موجوده في البردويل واللي موجوده في بحيره مصر، ويا ريت كنت انت جبت لي بحيرة نصر والمصانع اللي كانت موجودة اللي كانت معمولة من 50 سنة
وبقت عامله ازاي دلوقتي. هي العنوان اللي ورا منك حكايه وطن يعني ايه؟ يعني عايز تقول للناس ان بحيره ناصر اللي كانت بتطلع 60 و70 و80 الف طن يا دكتور ما بقتش تطلع كده؟ طب ليه؟ رغم ان في نظم حديثه جدا جدا في الاستزراع والانتاج. طب ما هي كده ليه؟ والناس تاخد السمك نصه يعني يتلف منها ولا انا بقول كلام؟ طيب طب البحيره دي مش فيها 40 الف صياد ولا انا مش واخد بالي؟ مش كده؟ طب ها طب لو النهارده الانتاج بتاعهم تمام، اولا لهم هيبقى عائد مادي، ثانيا لينا احنا هيبقى انتاج، بدل ما تقول النهارده الدواجن او اللحوم وده مش بطال برضو ان احنا مهتمين بكل شيء، لكن العدد اللي موجود عندنا عدد كبير، وبالتالي احنا دايما عينينا على ان احنا نعظم ما لدينا. نعظم ما لدينا يعني ايه؟ ده هيوجع لك قلبك، لانك انت بتتعامل مع بشر اكل عيشهم الشغلانه دي.